الحمد لله على السلامة يا منصور. اتوحشتني. بتوحشك وبترضيني، بس النهاردة مزاجك عال قوي. النهاردة بس خدت بتار حمزة. قتلته؟ عميته عشان يموت كل دقيقة. حمزة بمليون زي كين. ربنا يجعلها آخر الأحزان، بس الدار ملوش آخر. ارتاحي غنيمة، ارتاحي. هو لعمة بنشوف. النار اللي اتضربت دي اتضربت على اوضة نومي. اللي ضربوا النار بيتمطعوا، ناقص يرقصوا على جثتي. فين امن البيت ده؟ فين البيت بقى شربه؟ من دلوقتي يا ماهر انت المسؤول عن امن البيت ده. طير الحرس كله، ما عاوزش اشوف حد منهم تاني. لو ما فقتش من الافيون ده يا حكم هكيفك من غير افيون، وانت عارف هكيفك كيف. مش هتيلا بقى يا كين؟ عملها الغيبة ونفد منها، بس ورحمة عيني ما هسيبه. لو عملتيها تاني هقطع لك رجلك. فارس فين؟ ما انت محرج عليه يجي هنا. الجزمة بس ده ممكن ننقله. انت فين؟ بدور عليك من الصبح. مالك يا خالد؟ انت عيان ولا ايه؟ لا بقالك يومين مش سايبني في حالي. خير ان شاء الله. وحشتيني يا خلود. ما تيجي نخش نتكلم جوه. مالك كده عمال تتلزق فيا؟ نميت يا خلود. وانت من امتى بتسأل يا خلود؟ عاوزين نخول بيت، ايه رايك؟ بنتك لسه ما كملتش سنتين. ما هو كويس تمام، بيقولوا للعيال الصغيرين لما بيبقوا متصاحبين، لما بيبقوا قريبين من بعض في السن بيتصاحبوا. الكلام ده مش كلامك. بقول لك ايه؟ الكلام ده كلام مرات عمي. يا دي كلام مرات عمي، مرات عمي، مرات عمي. هتفضلوا شايلينها في دماغكم لغايه امتى؟ ها؟ هتفضلوا واقفينها عند عربيه الكبده لغايه امتى؟ خلود خلود السلام عليكم يا رجاله. سلام ورحمة الله وبركاته. جبتوا اللي احنا اتفقنا عليه؟ كله تمام خلاص. قلبت عليه؟
كفايه عليها ولغك كده. يلا بينا. ماشي يلا بينا. الفلوس والعبود يا عم. شكرا يا ماهر. تفضل الشاي يابا. تعبينك معانا. يوه اللي احنا قاعدين يعني عملت ايه؟ فيك البركة. الله يبارك فيك. لو كنت حصلتني وانا في توة كنت خدمتك صح. احنا مش هنزعجك. معانا الفلوس والعبود. انا عارف من زمان البيت ده مرزق. يا سلام يا ما كان نفسي ان مراتي تكون عايشة دلوقتي. وتشوف الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا لا. انا اول واحد اقول للحتة دي كلها ان الارض اللي تحتيكم دي احسن منكم. انا عارف ان فيها اثار. لا ما تخافش. كلمة عمك رمضان الاسمر ما تنزلش الارض ابدا. هات العبود يا اخوي. الله يبارك فيك. يا ابوي بسم الله. رايح فين؟ عايزني في حاجه؟ قصدي الشنطه اللي معاك دي فيها 3 مليون جنيه، هتعمل بيها ايه؟ اللي وارث مين يورثك؟ اللي ملوش وريث هيعمل ايه يا ولده؟ الفلوس ما لهاش عازم. والبعت الارض ليه يا عم رمضان؟ عشان انضف الوساخة اللي علي. انا بقالي 40 سنة وانا قاعد وشايل الطين على راسي. نفسي قبله وانا نظيف. انا مكسوف من ربنا قوي يا استاذ. عطاني القوة الجامدة. كنت اجر عربية بيد واحدة كنت اضرب حارة لوحدي. بس افتريت وترزلت وما كان حد يعدي الا اما انا اقول له. لا ست ولا راجل. ياما في ناس اتأذت بسببي وتوجعت اهلها بسببي. انت لو عصرتني هنجت خطايا. والفلوس دي هتغسلك ولا هتعمل لك ايه؟ ولا راح ما انا لو ليا اهل ولا ولد ولا بنت كنت قلت هيدعوا لي لما اموت. لكن اتجوزت بعد سن 60 وهي مرتي راحت وسابتني. الفلوس دي لازم تروح للي يستحقها. يمكن تنظف ذنوبي شوية. أنا هسلمها للمستشفى عشان تجيب جهازين غسيل الكلى عشان تخدم الحي كلاته. يمكن ربنا يقبل مني. واللي ظلمهم زمان قادر إن هو يساعدهم دلوقتي. بعد ما تودي الفلوس المستشفى هتنام فين يا عم رمضان؟ انام فين؟ الله يا الله. خلاص وافق يا سعادة. ليه؟ انا مظلومة
المحاسب بتاع حضرتك اللي بيشتغل في المستشفى بتاعتك سرق مني 30,000 جنيه، ودي فلوسي انا وبنتي، يعني نروح فين ولا نيجي منين؟ وعدني انه هيعيني في المستشفى ما عينيش، والله العظيم انا لا حراميه ولا بشهد، انا مش عايزه اي حاجه غير بس ان انا اتعين. يا مري يا مري يا منصور، جريه مالك؟ تلاقي مزاجه متعكر شوي، المهم انه زين. هو ده الراجل بصحيح، يغيب يغيب ويرجع محمل. عمرك يا هبه ما رجعت فاضي.